نظمت المؤسسة العالمية الحديثة للخدمات الجامعية جيسكو المعرض التعليمي العاشر للدراسة خارج الأردن بحضور ما يقارب 25 جامعة بريطانية وأمريكية. طبعاً هو ملتقى تعليمي دائم متجدد، بتشوفي ناس من دول مختلفة بتعيش التجربة معهم، تسأليهم بضمن الحياة المناسبة في بلدهم، تاخدي معلومات كاملة عن السيفتي، عن الأكوميديشن، عن أمور مختلفة. فهو فرصة للجميع أنه يجوا يتحدث مباشرة مع نفس الجامعات بدل ما يتحدث معنا إحنا فقط كمكاتب أو كخدمات لأل. هلأ الطلاب بعد المعرض بحبوا يتواصلوا معنا عشان يعرفوا إحنا إيش مقدم لهم خدمات، أوكي؟ لإحنا إيش بنعمل؟ أول إشي بتواصلوا مع الجامعات، نجيب لهم قبولات، نقدم لهم على سكن، بنقدم لهم إجراءات الفيزا، عرفتي؟ يعني كل أمورهم من أولها لآخرها. هلأ الطلاب إحنا عن طريقنا بقدروا ياخذوا خصومات مع الجامعات، عرفتي؟ نتعامل معها. فعشان هيك بنقدر نجيب لهم سكولرشيبس، بنقدر كتير أسهل الإجراءات إذا بيعملوها عن طريقنا. يهدف المعرض إلى تقديم الإرشادات وتسهيل القبولات الجامعية للطلبة الذين يرغبون بالدراسة في الخارج، وقد قام ممثلو الجامعات بتقديم كافة المساعدات والخدمات والاستشارات الأكاديمية المطلوبة لدى الطلاب. درست هندسة مدنية بكالوريوس، وحاب أسأل شو في تخصصات متاحة ضمن هالمجال يعني في الماستر، وهون يعني شفت معلومات منوعة وأغلب الجامعات البريطانية موجودة اللي أنا بهتم فيها يعني، وإشي حلو يعني إنه تحصل على كل المعلومات اللي بدك إياها بسرعة بدون ما تغلب الويب سايت ومواقع الجامعات، وأكيد هون كل الجامعات معترف فيها حيكون، فإشي سهل وحلو يعني. أجيت على المعرض عشان أعرف الجامعات المختلفة اللي ممكن أروح عليها مثلاً بأمريكا أو بريطانيا أو هيك، واستفدت إني عرفت أكثر معلومات وعرفت إنه قديه نسبة القبول بالجامعات وقديه المعدلات لازم أجيبها بالجامعات وهيك. توفر جيسكو فرص تعليمية مرنة ومبتكرة للأفراد الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم لأغراض مهنية أو لاستكمال دراساتهم العليا، وتقدم طرقاً بسيطة للطلبة الأردنيين والعرب الذين يرغبون في تحسين لغتهم الإنجليزية أو مواصلة الدراسات العليا في المملكة المتحدة والعديد من الدول الأخرى. ألا أبو حمدي رؤيا.